لتزيين مارشميلو للكريسماس احنا بحاجه لمارشميلو ابيض كبير، كمان بدنا شوكولاته مدوبه، بدنا سبرينكلز احمر واخضر، وبدنا حلوى العصيان ابيض. مش عارفه ما عرفتش اسميها ايه الصراحه. حلوى العصيان دلوقتي احنا عندنا هنا الشوكولاته بتاعتنا دوبتيها. بنقدر بس نجيبها هنا. طيب غدا، وبدنا نجيب المارشميلو. جبتيه ولا اجيب لك اياه؟ المارشميلو اساعدك. هم دول لو سمحتي، مارشميلو والسبرينكلز. بدك ورق الزبدة؟ أوكي. أجيب لك هذا الجاهز؟ طبعاً عين الجمل أنا ما حطيتوش، بس اللي حابب يحطه يحطه. ليه؟ لأني نسيته. لا، هي عين الجمل. لا، ما حطيتوش جوه الخليط. أوكي. بس إيه اللي حابب عشان خاطر لما الخلاط ما طيب. اشتغلت شويه لهيت فيه. طيب اوكي، دلوقتي هنعمل ايه؟ وصفتنا كتير كتير طيب سهله. بدي معلقه عشان اساعدك بتدويب الحاجات دي. تمام، دايب وممتاز. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ وصفتنا سهله زي ما قلنا خالص. هنجيب ورق الزبده. فين جبتيه يا لولو؟ اوكي. دي بقى الاطفال كمان لو يعملوها معاكم كتير بيحبوها. بالظبط. طيب احنا عملنا ايه؟ انا جبت كاندي من السوق، اي كاندي انتوا بتحبوه، واتكسرته، بس انا جبت اللون مزرق شويه وابيض واحمر. ممكن تكسروا دول بصير. اوكي، زي ما انتوا عايزين. اهو اي كاندي انتوا حابين لونه بتقدروا تجيبوه وتكسروه صغير. يبقى بالشكل ده. اهو هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المارشميلو اللي عندنا ده مثلا، هحطها كده باستواء بدرجه معينه، يعني بان هي تغطي بطريقه مستويه. بالظبط كده. وبعدين هاخد الكندي اللي انا مختاراه وهرشه كده. شايفه؟ شايفين ازاي بالسهوله دي؟ أوكي. وبعدين بحطها كده هنا. ايوه، بجيب الستيكس اللي عندنا دول، بعدين بحطهم جوه المارشميلو بتاعي بالشكل ده. لو حسيت ان هم مش هيلزقوا، ممكن نحط لهم شويه شوكولاته، ممكن نقصرهم شويه زي ما انت عايزه.